على أعتاب الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، سقطت أجزاء من صوامع الجزء الشمالي نتيجة حريق مستمر أسفلها منذ أكثر من 3 أسابيع. سقطت الصوامع ومعها هوت قلوب الأهالي وجزء من الذاكرة الجماعية التي تمثلها هذه الصوامع. في 80 شخص أو 70 ماتوا جوا بقلب المرفأ. الإهراءات هن شاهد صامت عليهم، بيعرف كل واحد كيف ركض، كيف تضرر، شو اللي قلب على راسه، شو اللي قلب على أجره، كيف تكسر. يعني مفترض ينحموا هولي ويضلوا ميموريال لهالضحايا. انهيار الأجزاء المتبقية حتمي، وإن لم يستطع أحد تحديد موعد دقيق له، فالمجسات الأربعة التي وضعت في أماكن مختلفة داخل الصوامع منذ عام تنبئ بسقوط محتم بعد ميل الصوامع بدرجات كبيرة نتيجة لهيب الحريق المندلع الذي يصدع الحديد والقواعد المتضررة نتيجة الانفجار. الحريق سرع بالخطر وسبب بالانهيار الجزئي والانهيارات الجزئية. أنا بعتبر أنه كان فينا نتفادى الحريق لأنه كان فينا نفضل إهراءات من القمح اللي موجود حتى ما يصير التحميص وما يصير اللي قلنا عنه أنه يرجعوا يحتروا. فريق المهندسين الذي شرح للرأي العام والأهالي ما يحصل علمياً للصوامع على أثر اندلاع الحريق أكد على أهمية إطفائه أولاً كي يبدأ تدعيم الجهة الجنوبية. أما الأهالي فالعدالة المعرقلة أولاً ومن بعدها حماية شاهدهم الصامت. لا شك أن الحريق المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع كان العامل الأبرز في سقوط الجزء الشمالي من الصوامع، رأي علمي بحت لا نقاش فيه. والآن وبعد وقوع أجزاء وترقب وقوع حتمي لأجزاء أخرى، يبقى هم الأهالي والحملة الوطنية لحماية الأهراءات تدعيم الجزء الجنوبي كي يبقى شاهداً صامداً بوجه أي عوامل قد تطرأ مستقبلاً. ليلى خليل الغد، بيروت.